خلصنا ده كله. اتفضل يا فندم. كده خلصناه. تمام يا فندم. عدا الجزء الاسمنتي. يعني انت عملت الطريق الرئيسي لكن الخدمه لسه. الرئيس السيسي يتفقد سير أعمال تطوير امتداد طريق القاهرة السويس. اليوم قداسة البابا طهرس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يترأس قداس عيد القيامة المجيد. بريطانيا تقول إن الدفاعات الأوكرانية تتعوق تقدم موسكو في منطقة دونباس، وواشنطن تنظم اجتماعا لحلفائها لمناقشة احتياجات كييف العسكرية. الثانية عشر ظهرا في القاهرة، العاشرة بتوقيت جرينتش، ساعة إخبارية شاملة. قناة النيل، أهلا بكم. نبدأ من القاهرة، حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي سير أعمال تطوير امتداد طريق القاهرة السويس، بما في ذلك الكباري التي تم إنشاؤه أعلى الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس، بما في ذلك الكباري التي تم إنشاؤها أعلى الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية، بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليا والطريق الدائري الأوسطي. سيادتك يا فندم، مشرفنا في واحد من أهم الشرايين المرورية الرئيسية بالدولة، واللي بتربط مناطق الشرق بباقي مناطق الجمهورية عن طريق مجموعة من المحاور الرئيسية العرضية اللي سيادتك عملت بإنشائها وتطويرها، بدءا يا فندم من الطريق الدائري والجاري عمل تطويره وتوسعته لتسهيل الحركة على المواطنين، ثم يا فندم الطريق الدائري الأوسطي واللي سيادتك بيربط كافة المناطق داخل إقليم القاهرة الكبرى، ثم يا فندم الطريق الدائري الإقليمي اللي بيربط مناطق الوجه البحري بمناطق الوجه القبلي، وبعد كده يا فندم محور وصلت أم قمر اللي سيادتك شرفتنا عليه من 3 شهور تقريبا، واللي بيبدا يا فندم من تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الزراعي، ثم الإسماعيلية الصحراوي، ثم مرورا بوصلت طريق جنيفا، ثم طريق القاهرة السويس الصحراوي، ثم طريق القاهرة العين السخنة، والربط على طريق المحاجر. كنت سيادتك قررت يا فندم ان احنا نحرر الحركة المرورية اعلى هذا المحور، وده تم بالفعل يا فندم عن طريق انشاء كوبري تقاطع طريق القاهرة السويس مع محور أم قمر اللي سيادتك شرفنا عليه واللي تم نحوه عمله بنسبة 100%. ثم بعد كده يا فندم طريق القاهرة السويس بيتقاطع مع محور 30 يونيو واللي بيبدأ يا فندم بيربط مناطق الساحل الشمالي بدءا من محافظة بورسعيد ومرورا بمحافظة الإسماعيلية، ثم طريق القاهرة فايد، ثم يا فندم طريق الإسماعيلية الصحراوي وطريق القاهرة السويس، ووصولا لطريق السخنة يا فندم ومنه إلى طريق الجلالة حتى طريق الزعفرانه والربط على مناطق الصعيد. المحاور العرضيه دي كلها يا فندم مربوطه بشبه جزيره سيناء عن طريق مجموعه من الانشاء اللي سيادتك امرت بانشائها وتطويرها. كذلك يا فندم ترجع اهميه طريق السويس في زياده حجم التدفق التجاري والسياحي وزياده حجم الاستثمارات، نظرا ان شبكه تطوير شبكه الطرق يا فندم هو المعيار الرئيسي في التنميه المستدامه اللي سيادتك دايما متاكد عليها. برضه يا فندم يعتبر طريق السويس هو محور وصل رئيسي لعديد من الموانئ المطلة على البحر الأحمر، بدءا من ميناء السويس، ميناء الأدبية، ميناء العين السخنة، وميناء شرم. لو اتكلمنا يا فندم عن وصف المشروع، مشروع إنشاء طريق القاهرة السويس يا فندم بإجمالي طول 109 كيلو متر، بيبدأ يا فندم تقاطعه مع طريق النصر وحتى تقاطعه مع الطريق الدائري، ده المرحلة الأولى يا فندم بطول 7 كيلو متر. المرحلة الثانية يا فندم تبدأ من تقاطع الطريق الدائري وحتى تقاطع الطريق الدائري الإقليمي بطول 46 كيلو متر. المرحلة الثالثة يا فندم بتبدأ من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي وحتى تقاطع وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي. لا احنا خلصنا ده كله. اتفضل يا فندم. مش كده يعني؟ خلصناه. تمام يا فندم. عدا الجزء الأسمنتي، يعني أنت عملت الطريق الرئيسي لكن الخدمة لسه شغالين. تمام سيادة. مش كده؟ تمام يا فندم. احنا هنخلص إمتى؟ بالنسبة للطريق الرئيسي يا فندم إن شاء الله احنا هنخلص ناوي الأعمال السطحية بالكامل بإذن الله بنهاية الأسبوع الجاي، وهيبقى جاهز للافتتاح إن شاء الله قبل العيد.
بالنسبه يا فندم للطريق الخدمه ان شاء الله الاتجاه القادم من القاهره في اتجاه السويس باذن الله 30 يونيو 30/6 الاتجاه القادم السويس فندم في اتجاه القاهره خلال شهر اغسطس يعني شهر 8 باذن الله يا فندم. طيب انا وانا طالع عندك دلوقتي تمام. بس ان انت عامل حاجتين للوصله اللي جايه من المعمر تمام. لا مش هينفع تمام سيد يعني لا لليمين ولا للشمال الكوبري بالنسبه للحته دي ينفع ابدا ان احنا نعمل حاجتين للمخرج يعني الرمل الخروج خليها 3 كيلو 3 كده يعني. مش شايف السور يساعدك يعني. حاضر يا فندم. اتفضل. الطريق قبل التطوير كان عباره عن 3 حاره مروريه لكل اتجاه للطريق الرئيسي وجزيره وسطى و2 حاره مروريه رصف اسفلتي تمام سيادتك. ونظرا يا فندم للاحمال المروريه المتوقعه لصالح حركه نقل البضائع اللي هي مستخدمه في حركه التجاره الداخليه بين المحافظات بالظبط يا فندم او حركه التجاره الخارجيه اللي بتبقى موديه للموانئ يا فندم لقينا ان احنا لازم نزود سيادتك لرصف الخرساني يتحول الطريق من رصف اسفلتي لرصف خرساني وزياده عدد الحارات بتاعته لثلاثه حاره مروريه وان هو يتحمل يا فندم بدل ما كان متحمل قبل التطوير 60 طن بقى بيتحمل 160 طن ونفس الكلام للي جاي بالظبط رايح جاي حركه بالظبط كده بالظبط قابلنا سيادتك مجموعه من العوائق اثناء تنفيذ الاعمال من ضمنها يا فندم ابراج ضغط عالي كانت متعارضه معانا في المسار وتم التنسيق مع وزاره الكهرباء يا فندم للقيام باعمال مناوره لفصل التيار الكهربائي بدون التاثير على شبكه الكهرباء اثناء تنفيذ الاعمال بتاعتنا وفي نفس الوقت البدء في زراعه اعمده كهرباء جديده خارج حدود التطوير وفي نفس الوقت يا فندم بالتنسيق مع شركه كهرباء قناه السويس استغلوا يا فندم اعمال التطوير اللي هم نفذوا وطوروا شبكه الكهرباء الارضيه بتاعتهم جهد متوسط بالكامل وكذلك الشركه المصريه للاتصالات لتطوير شبكه النت الدولي بالكامل ان شاء الله يا فندم برضه الطريق ده يا فندم بعد لهو هيساهم في تقليل الزحامه المروري وتسهيل الحركه على المواطنين مما يؤدي لتوفير الطاقه وتقليل الانبعاثات الضاره بالبيئه. طيب انت برضه دايما السؤال ده بساله للزملاء واحنا موجودين بقول لهم يا جماعه هل انتم شايفين بعد خدمتكم هنا شغلكم يعني تمام الكام شهر دول في حاجه ممكن نعملها بدل ما نعمل اعاده تمركز ثاني او ان شاء الله فندم في الوقت الحالي احنا الحمد لله مغطيين ربط جميع المحاور الطوليه بالعرضيه مفيش مشكله ان شاء الله فندم العاصمه الاداريه بصفه الطريق السويس يعتبر المدخل الشمالي الرئيسي ليها احنا دلوقتي ان شاء الله بنخلص المرحله الاولى في العاصمه الاداريه بمجرد يا فندم بدء اعمال المرحله الثانيه هنبدا يا فندم ان شاء الله ندرس ونعرض على سيادتك امكانيه ربط المحاور العاصمه الاداريه بالمحاور الطريق السويس بالمحاور العرضيه بالمناسبه اتفضل وانا جاي بقى شفت المطار بتاع العاصمه تمام سيادتك فانا قلت بص عليه كويس وازاي نخليه ليه مدخل من عن طريق السويس واذا كان محتاج ان احنا نعمل له لاند سكيب بلانز تمام سياده الفاضل ندرسوه وتجهزوه للتخطيط وخليه تمام يا فندم وبرده يا فندم بعد سيادتك احنا طريق السويس الوصله دي من الاقليم لحد وصله نفق الشهيد احمد حمدي كان فيها مشكله جامده جدا بتحصل في وقت الشتاء في السيول والامطار فتم دراسه السيول لاعمال الحمايه من خطر السيول دراسه دقيقه عن طريق مكاتب الاستشاريه تم تحديدها من مكتب الشرعيه الهندسيه للقوات المسلحه ونفذنا يا فندم عدد 16 بلبة في صندوقي لاستيعاب كافة المياه المتوقعة تعدي تحت الطريق لمسافة لمدة 58 سنة لقدام إن شاء الله بإذن الله. أعمال ضبط الجودة للطرق يا فندم بتتم طبقا لمعايير جودة عالمية ومواصفات الهيئة العامة للطرق الكباري والكود المصري. هنا في المشروع يا فندم نفذنا أو مخطط تنفيذ 4600 اختبار معملي للطرق اتنفذ منهم لحد دلوقتي 3700 وجاري تنفيذ الباقي يا فندم إن شاء الله. ودي بعض وثائق الجوده ضبط الجوده الموجوده في الكريم بدأ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جولة تفقدية بعدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين وذلك في إطار متابعة مصانع القطاع الخاص. تأتي جولة رئيس الوزراء إلى مصانع منطقة العاشر من رمضان الصناعية في إطار تحفيز الاقتصاد المصري والتعرف على المزيد من المقترحات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. يترأس اليوم قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الدولة ومندوبون عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. يستأنف اليوم مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسته العامة لمناقشة طلب مناقشة عامة ويناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سهى عبد المنعم بشأن استضاح سياسات الحكومة بخصوص إجراءات التبرعات النقدية والعينية والمتابعة لأوجه الصرف للجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
يعقد البرلمان العربي اجتماعا اليوم برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي لبحث تطورات الأوضاع الأخيرة في فلسطين واستعراض جهود البرلمان العربي لحشد الدعم لنصرة القضية الفلسطينية ومطالبات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل بشكل عاجل على وقف هذه الاعتداءات. ويتناول الاجتماع الذي يعقد في مقر البرلمان العربي بالقاهرة الزيارات والمباحثات التي أجرها البرلمان في عدد من دول العالم دعما للقضايا العربية. أعلنت إسرائيل أنها ستغلق معبر إيريز، المعبر الوحيد مع قطاع غزة والمخصص لخروج العمال والتجار، اعتبارا من غد الأحد، بزعم أن ناشطين فلسطينيين أطلقوا 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن صاروخا سقط في حقل مفتوح بالقرب من السياج الحدودي مع شمال قطاع غزة، بينما سقط صاروخ ثان داخل القطاع. توعد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم بسحق تنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال إشرافه على انطلاق المرحلة الثانية من عملية الإرادة الصلبة في غرب الأنبار ولقائه بقادة العمليات والأجهزة الأمنية. كانت المرحلة الثانية من العملية الأمنية الإرادة الصلبة قد بدأت اليوم غربي العراق، وذلك بإسناد من طيران الجيش. تشارك في العملية قطاعات أمنية مختلفة من بينها القوات الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة رد السريع، وذلك للقيام بعمليات نوعية نحو أهداف محددة في عمق الصحراء، فضلا عن عمليات البحث والتفتيش في محافظتي صلاح الدين وكركوك. قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك إن فتح مطار صنعاء غدا أمام أول رحلة يعد خطوة هامة في تنفيذ الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخرا في اليمن. كان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أكد التزامه مجددا بالهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة رغم استمرار ميليشيا الحوثي بارتكاب خروقات للهدنة. من جانبه قال رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود الجميع على قاعدة التوافق والشراكة لبناء الدولة ومواجهة كافة التحديات خاصة الاقتصادية. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يعطيه صلاحيات لتعيين رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين فيها. سلام قذ. في أحدث تحرك لضبط الأوضاع السياسية، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي لطالما كال لها الانتقادات ووصفها بأنها غير مستقلة. وفقا للمرسوم، ستتكون الهيئة الجديدة من 7 أعضاء، من بينهم 3 من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس نفسه، و3 قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلامية التكنولوجيات. ينص المرسوم على أن الرئيس فقط هو من يحق له إعفاء أي عضو من الهيئة الجديدة أو رفض ذلك، ويعين الرئيس بنفسه رئيس هيئة الانتخابات الجديدة من بين 3 أعضاء سابقين في هيئات الانتخابات السابقة، ويتمتع رئيس وأعضاء الهيئة الجديدة بالحصانة. وكان رئيس الهيئة ينتخب مباشرة من قبل نواب البرلمان الذي قرر سعيد في 25 يوليو تعليق أعماله قبل أن يصدر في نهاية مارس قرار حله نهائيا. واستبدل سعيد هذا العام بشكل فردي أيضا المجلس الأعلى للقضاء الذي يضم مجلس القضاء العدلي والمالي والإداري، في خطوة فجرت احتجاجات، وقال قضاة وسياسيون إنها تهدف للسيطرة على القضاء. وفي الصيف الماضي عزل سعيد الحكومة، ويحكم منذ الصيف الماضي بمراسيم قال إنها لا تقبل الطعن، في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب. الرئيس الحالي للهيئة نبيل بافون اعتبر في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية أن قرارات سعيد بحل البرلمان واحتكار السلطات في البلاد لا تتطابق ومبادئ دستور 2014، كما اعتبر أن أي تغيير لرئيس الهيئة أو لأعضائها سيكون غير قانوني.
أعلنت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم أن القوات الروسية لم تحقق أي مكاسب كبيرة في 24 ساعة الماضية على الرغم من زيادة نشاطها، وذلك بسبب الهجمات المضادة الأوكرانية التي تواصل عرقلة مساعيها. في غضون ذلك أعلن سيرهي جايداي حاكم منطقة لوغانسك الأوكرانية أن القوات الروسية تكثفت قصفها اليوم على جميع المدن التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية شرق البلاد، وأضاف أن القوات الأوكرانية تنسحب من بعض التجمعات السكنية هناك لتعيد تنظيم صفوفها. أعلنت أوكرانيا أنها ستقوم ظهر اليوم بمحاولة جديدة لإجلاء مدنيين من ماريوبول، المدينة التي تعرضت لدمار كبير وتسيطر على غالبيتها القوات الروسية. وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فريشتشوك أن عمليات الإجلاء ستركز على النساء والأطفال وكبار السن، داعية السكان إلى التجمع على الطريق السريع قرب مركز بورت سيتي للتسوق في المدينة. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده تحتاج 7 مليارات دولار شهريا للإبقاء على اقتصادها قائما وسط الخسائر التي تكبدتها بسبب العمليات العسكرية الروسية. ودعا زيلينسكي الدول الغربية لإمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة لمواجهة روسيا، وأضاف أن مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ومناطق أخرى من أوكرانيا واجهت نفس الجحيم الذي واجهته مدينة بوتشا نتيجة العمليات العسكرية الروسية، متهما موسكو بالسعي لتدمير جميع المقومات في أوكرانيا والتي يمكن أن تشكل قاعدة اقتصادية للحياة. ذكر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيزور العاصمة الأوكرانية كييف الخميس المقبل، حيث يلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزير خارجيته ديمتري كوليبا لمناقشة زيارة المساعدة الإنسانية للشعب الأوكراني. وسيزور غوتيريش موسكو في 26 إبريل للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف لمناقشة الخطوات العاجلة التي يمكن اتخاذها لوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية غير مهتمة بإجلاء الأشخاص المتواجدين داخل مصنع أزوفستال في ماريوبول ولا تهتم بتسوية الأزمة الأوكرانية. وقالت زاخاروفا في تصريحات إعلامية أن ما يقوم به الغرب هو السعي لتفاقم الوضع في أوكرانيا، مؤكدة وجود أدلة على تواجد أشخاص في أزوفستال ليسوا على صلة بالقوة الأوكرانية. دعت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون 40 دولة حليفة إلى الاجتماع في ألمانيا الأسبوع المقبل لمناقشة الاحتياجات الأمنية الطويلة المدى لكييف. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن وزراء الدفاع وكبار الجنرالات من 20 دولة أعضاء في حلف شمال الأطلسي ناتو ومن غير الأعضاء وافقوا على دعوة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للاجتماع الثلاثاء المقبل في قاعدة رامشتاين الجوية التابعة للقوات الأمريكية غربية ألمانيا. ووصف كيربي الاجتماع بأنه عبارة عن مشاورات ستتطرق إلى السبل التي يمكن لشركاء أوكرانيا من خلالها المساهمة في تعزيز قوتها العسكرية بعد انتهاء الحرب. يلتزم المرشحان للانتخابات الرئاسية في فرنسا الرئيس المنتهي ولايته إيمانويل ماكرون منافسته اليمينية القومية مارين لوبان الصمت اليوم غدا انتهاء الحملة الرسمية في الاقتراع المقرر غدا والتي قد تحسم نتائجه مستقبل البلاد. في مرحلة تبدو حاسمة ليس لمستقبل فرنسا فحسب بل لمستقبل أوروبا كلها، دخلت فرنسا فترة الصمت الانتخابي بعد أن ألقى كل من الرئيس المنتهي ولايته إيمانويل ماكرو ومنافسته اليمينية القومية ماري لوبان ألقى بثقلهما في معركة الحملة الأخيرة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. ومع بدء العد التنازلي للانتخابات الفرنسية يخشى كل من المعسكرين امتناع ناخبيه عن التصويت، لا سيما في هذه الفترة من العطلات المدرسية الربيعية في جميع أنحاء البلاد، إلا أن آخر استطلاعات للرأي أظهرت تفوق ماكرو في الدورة الثانية التي تشكل نسخة ثانية من تلك التي جرت في 2017 بفارق أقل من الذي سجل قبل 5 سنوات عندما حصل على 66% من الأصوات. وأيا يكن الفائز في هذا الاقتراع
سيكون له أهمية تاريخية فاصلة في مستقبل القارة الصناعية الكبرى والتي تحبس أنفاسها حتى يفصل الناخبون الفرنسيون في اختيارهم بين مشروعين وتوجهين مختلفين كل الاختلاف. فحال فاز ماكرو مناصر التيار الوسطي في أوروبا سيصبح أول رئيس يعاد انتخابه منذ جاك شيراك عام 2002 وأول رئيس يعاد انتخابه، وعليه التعايش مع حكومة من جانب سياسي آخر على خلفية ما حدث عام 1962. أما لوبا المناهضة لملفات عدة في الاتحاد الأوروبي فستصبح أول امرأة وأول زعيم لليمين المتطرف يتولى الرئاسة، وقد تواجه البلد الأكثر ديمقراطية في أوروبا اختبارا آخر أيا يكن الفائز، فقد تصبح الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يونيو المقبل أشبه بدورة ثالثة، إذ من الصعب لكل من لوبا وماكرو الحصول على أغلبية برلمانية. وفي ظل الفجوة العميقة في مواقف مرشحي فرنسا بشأن المعاشات التقاعدية الذي يثير غضب جزء من الرأي العام، يقاتل كل من ماكرو ولوبا حتى اللحظة الأخيرة لإقناع أكثر من 48 مليون ناخب بمواقفهم الخلافية حيال ملف الهجرة في أوروبا والعلاقات مع روسيا على خلفية الحرب الأوكرانية، فضلا عن الاقتصاد والقوى الشرائية التي باتت الشغل الشاغل للفرنسيين بعد ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وافق أعضاء البرلمان في النيجر بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يسمح بنشر قوات أوروبية خاصة للمساعدة في التصدي لتمرد متطرفين بمنطقة الساحل الإفريقي. بعد نقاشات مضنية دامت ساعات طويلة، أقر برلمان النيجر بأغلبية 131 صوتا نصا يسمح بنشر قوات أجنبية ولا سيما فرنسية في البلاد، وذلك لمحاربة الجماعات المسلحة، فيما صوت 31 نائبا ضد القرار. وقال رئيس مجلس النواب سيني عمرو إن النص تم إقراره بعد حصوله على الأغلبية المطلقة اللازمة لإقراره بفارق كبير وهي 84 صوتا. نتيجة التصويت جاءت كالتالي: عدد المؤيدين 131 صوتا، و31 صوتا رافضا. النتيجة كانت التأييد بأغلبية مطلقة من أعضاء الجمعية الوطنية، النص قد أقر. نتيجة التصويت كانت شبه محسومة، إذ أن الحزب الحاكم بقيادة الرئيس محمد بازوم يتمتع بأغلبية 135 نائبا من أصل 166 يتألف منهم مجلس النواب. كان رئيس النيجر قد وافق في فبراير الماضي على استضافة بلاده قوات خاصة تنتقل إليها من مالي المجاورة، بينما تسحب فرنسا القوات التي نشرتها هناك منذ عام 2013 لقتال الجماعات المتطرفة التي تمدد نشاطها من شمال مالي. من جهته أكد رئيس الوزراء أحمود محمد أن بناء شراكات جديدة لا يعني المساس بسيادة النيجر بأي شكل من الأشكال، رافضا بذلك المخاوف التي أعربت عنها بعض المنظمات غير الحكومية إزاء انتشار قوات أجنبية في البلاد. وأعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون عزمهم على سحب قواتهم من مالي بسبب العراقيل الكثيرة التي يضعها المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد، غير أن فرنسا تريد أن تظل حاضرة في منطقة الساحل وتعمل مع الدول المجاورة في خليج غينيا وغرب إفريقيا لمكافحة الجماعات المسلحة. ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 508 ملايين و723 ألفا و51 حالة. وأفادت جامعة أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و215 ألفا و628 حالة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة تليها البرازيل ثم الهند. قال رئيس وزراء تايوان إن بلاده لن تدخل في حالة إغلاق مثل التي تطبقها شنغهاي للسيطرة على زيادة حالة الإصابة بكوفيد 19 المحلية، حيث إن الغالبية العظمى من المصابين لا تظهر عليهم أعراض أو يعانون فقط من أعراض بسيطة. وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة أن البر الرئيسي سجل
24411 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، منها 2988 إصابة بأعراض و 21423 بدون أعراض. وسجلت الصين 12 وفاة جديدة جميعها في شنغهاي، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4686. أخبارنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعد قليل. إصابة 4 أشخاص في واشنطن جراء إطلاق نار وانتحار مطلق النار قبل اعتقاله. هذه وقفتنا الأولى في هذه الساعة، أخبار عالم المال والأعمال بصحبة دينا أنديل. تفضلي دينا. أشكرك أحمد. الأخبار المال والأعمال، وفيها وزير المالية يشارك باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ويؤكد أن مصر أصبحت أكثر جذبا للاستثمارات بفرص تنموية واعدة. أهلا بكم. أكد وزير المالية محمد معيط أن مصر أصبحت أكثر جذبا للاستثمار بفرص تنموية واعدة ترتكز على بنية أساسية داعمة وقوية باتت أكثر قدرة على استيعاب توسيع الأنشطة الاستثمارية. جاء ذلك خلال لقاء معيط مع ممثلي بنك التصدير والاستيراد الأمريكي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. ودعا الوزير ممثلي البنك التصدير والاستيراد الأمريكي، دعاهم للاستفادة من الفرص الاستثمارية الخاصة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات وتحلية المياه والدواء، وكذلك الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحديد والصلب. أكد وزير المالية محمد معيط أن التحديات العالمية الراهنة التي تواجه اقتصادات مختلف الدول تعكس مجددا أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه الرئيس السيسي وسانده الشعب المصري العظيم. وأوضح الوزير على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أوضح أن الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه في عام 2016 مكن مصر من تحقيق معدلات نمو إيجابية بين 3 أو 4 دول فقط في ظل كورونا، وصلت إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن الحكومة تمضي قدما نحو اتخاذ مزيد من التيسيرات لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتوسيع نطاق دوره في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك خلال لقاء المشاط برئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ريتا جولاوس خلال مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وشهد اللقاء بحث التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبنك والدور الذي يلعبه في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين القاهرة وواشنطن. استقبل وزير البترول طارق الملا رئيس قطاع الاستدامة بشركة جنرال إلكتريك العالمية روجر مارتيلا، وخلال اللقاء ناقش الجانبان مجالات التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركة العالمية في إطار القمة العالمية للمناخ التي ستستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ. تناول اللقاء في هذا الإطار التعاون والتنسيق المشترك في مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين خلال مؤتمر إيجيبس في فبراير الماضي بالقاهرة. صرح وزير الموارد المائية محمد عبد العاطي أنه تم الانتهاء من تأهير ترع بأطوال تصل إلى نحو 5000 كيلومتر بمختلف محافظات الوادي والدلتا. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي. وأضاف الوزير أنه يجري تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4066 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2881 كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى 11898 كيلومتر.
أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان أن بلاده في ظل هذه الظروف الصعبة تواصل دعمها للجهود الدولية لإعادة السلام والاستقرار العالمي وتخفيف المعاناة الإنسانية. أوضح الجدعان أن المملكة تتوقع نموا اقتصاديا أقوى من المتوقع هذا العام في القطاع غير النفطي المدعوم بالإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2030. وأكد وزير المالية السعودية أن الرياض لا تزال ملتزمة بالسياسات الحصيفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي مع تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية. أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام أن المفاوضات التي قامت بها لجنة من وزارتي الاقتصاد والتجارة والمالية بلبنان مع البنك الدولي برئاسة سلام أسفرت عن وضع مسودة قانون لقبول قرض طارئ قيمته 150 مليون دولار. تستهدف لبنان من هذا القرض شراء القمح لتأمين الدقيق اللازم لصناعة الخبز في ظل الأزمات التي أثرت سلبا في توفر هذه السلعة، منها الأزمة الروسية الأوكرانية ووضع الدولار النقدي في لبنان. وثمن وزير الاقتصاد اللبناني التجاوب السريع للبنك الدولي لدعم لبنان في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها، وتحديدا فيما يخص موضوع الأمن الغذائي. أكدت كل من رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورئيس البنك الإفريقي للتنمية الاستعداد لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برنامجها الإصلاحي ومشاريعها التنموية بما يساعدها على تحقيق انتقال اقتصادي مستدام وناجح. جاء ذلك خلال اجتماعهما بوزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد على هامش اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن خلال الفترة من 18 وحتى 22 ابريل الجاري. وقد تمت مناقشة اولويات العمل التنموي في تونس في اطار رؤية تونس الاستراتيجية 2035. سجل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في إبريل في القطاع الخاص أعلى مستوى له خلال 7 أشهر على الرغم من المخاوف المرتبطة بالأزمة الأوكرانية والتضخم. ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب من 54.9 في مارس ليصل إلى 55.8 في إبريل. رأى الخبراء أن اقتصاد منطقة اليورو بدأ الربع الثاني من عام 2022 على أسس أكثر صلابة بما كان متوقعا، متجنبا التباطؤ الذي كان العديد من الخبراء يتوقعونه. حذر المصرف المركزي الألماني من أنه إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظرا فوريا على الغاز الروسي فإن كلفة هذا الإجراء على ألمانيا التي تعتمد بشدة على مورد الطاقة ستكون باهظة. أشار المركزي الألماني في تقرير له إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد قد ينخفض بما يصل إلى 5% بالنسبة للتوقعات الاقتصادية الراهنة إذا ما توقفت واردات الغاز الروسي في الحال. هذا وتعد ألمانيا من أبرز المعارضين لفرض حظر فوري على الغاز الروسي بسبب اعتماد برلين الشديد على هذا المورد. حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد الروسي سيعاني بشدة من جراء العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. وتوقع الصندوق أن يتخطى معدل التضخم في البلاد 20% هذا العام وتراجع موارد خزينتها بقوة في المستقبل بسبب انخفاض صادراتها من النفط والغاز والتي يعوضها حاليا ارتفاع الأسعار. قال الصندوق في تقرير إن العقوبات وعدم اليقين غير المسبوقين سيلقيان بظلال بقوة على الاستثمارات والصادرات كما سيؤديان لانخفاض الواردات والاستهلاك الخاص. وقع رئيس الوزراء الروسي مرسوما يلزم شركات النفط ببيع المزيد من الوقود في مزادات سوق المال. وأفاد موقع مجلس الوزراء الروسي عبر الإنترنت بأنه يتعين على منتجي النفط بيع المزيد من الوقود في مزادات البورصة بهدف الحفاظ على وضع مستقر في سوق البنزين والديزل المحلي في سياق زيادة الطلب الموسمي. وأضاف المجلس أن المرسوم الحكومي الجديد سيزيد الحجم المضمون لإمدادات الوقود في مزادات الصرافة ويزيد حصة المعاملات التي تتم بشروط تنافسية. ختام أخبار الاقتصاد، ومن جديد عودة إلى أحمد فؤاد ومزيد من الأخبار السياسية. تفضل أحمد. شكرا لك دينا.
أصيب 4 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار في أحد أحياء العاصمة الأمريكية واشنطن فيما انتحر مطلق النار قبل أن يتم اعتقاله. يبدو أن حوادث إطلاق النار باتت هي المسيطرة على المشهد الأمريكي، فبعد أكثر من أسبوع على قيام مسلح بإطلاق النار في مترو نيويورك أسفر عن أكثر من 20 جريحة، يأتي حادث إطلاق النار في أحد أحياء العاصمة واشنطن أسفر عن سقوط عدد من الجرحى. المشتبه به الذي نعتقد أنه مسؤول عن إطلاق النار قد انتحر لدى اقتحام عناصر الشرطة شقة في الطابق 5 من أحد المباني التي كان يتواجد فيها، وعثروا على بندقية قناص مثبتة على حامل، وبينما لم تعرف بعد دوافع إطلاق النار فإنه من الواضح أن نيته كانت قتل وإيذاء أفراد من مجتمعنا. وفي أعقاب الحادث انتشرت الشرطة بكثافة في الحي الواقع بين جادة كونيتكت وفان نيس بالعاصمة الأمريكية والذي يضم العديد من المدارس والسفارات. مصممون على مساعدة السكان ووقف العنف المسلح، يجب أن ينتهي الوصول السهل إلى البنادق. وأحصيت في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 226 جريمة قتل في المدينة عام 2021، وهو رقم يزيد بنسبة 14% عن عام 2020. أعلنت السلطات المحلية في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية إخلاء أكثر من 12 مجمعا سكنيا بسبب اشتعال حرائق الغابات والتي تمددت في اتجاه القرى، مما أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم. وأشارت السلطات إلى أن الحرائق المندلعة في أنحاء جنوب غرب الولايات المتحدة هو أمر غير طبيعي بالنسبة لهذا الوقت المبكر من الموسم في ظل استمرار الجفاف، بالإضافة إلى وفرة الغطاء النباتي الجاف، مما يثير مخاوف من أن المنطقة ينتظرها عام حرائق قاسي. وفي أخبارنا أيضا نتابع ولكن بعد قليل. الأوبرا المصرية تنظم أمسية فنية بالتعاون مع السفارة التونسية بالقاهرة بمناسبة شهر رمضان المبارك. نظمت دار الأوبرا المصرية أمسية فنية بالتعاون مع السفارة التونسية بالقاهرة بمناسبة شهر رمضان المبارك. تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر احتفالاتها بشهر رمضان المعظم، حيث انطلقت ضمن السهرات العربية فعاليات أمسية تونسية بالتعاون مع سفارة تونس بالقاهرة. بالنسبة لنا احنا كتونس ان نقدم صورة لنوعية من الفن الروحي اللي يكون نحتاج احنا لتغذية يعني الروح خلال الشهر الفضيل هذا شهر رمضان بهذا النوع من الموسيقى اللي تريح، يعني اللي هي الموسيقى الروحية والابتهالات والموسيقى الصوفية. أحيا الأمسية المنشد أحمد جلمامة وفرقته التي تضم أكثر من 10 فنانين قدموا باقة متنوعة من أهم وأشهر الأعمال التراثية للإنشاد الديني في الوطن العربي والعالم الإسلامي. هذا فضاء للتلاقح الثقافي ما بين دول عربية، وفضاء بامتياز كذلك للتعارف والانفتاح على مختلف الثقافات والفنون في العالم العربي، وهذا شيء حقيقة جهد مقدر من دار الأوبرا ومن وزارة الثقافة المصرية، وبالتالي خصوصا في هذا الأجواء الرمضانية العطرة. تونس تعودت أنها تشارك في السهرات هذه، وخاصة السنة هذه اللي تتميز بالسنة الثقافية التونسية المصرية اللي أعلن عليها سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنها باش تكون سنة ثقافية بامتياز، تكون المشاركات فيها متنوعة في مختلف المجالات الثقافية. تحرص دار الأوبرا المصرية على استضافة مجموعة من الفرق العربية والدولية لإحياء الليالي والسهرات، خاصة السهرات الرمضانية خلال الشهر الفضيل. ك
كعادتها دائما وأبدا دار الأوبرا المصرية حاضرة وبقوة في كل المناسبات والأعياد التي تمر بها البلاد، ومن على مسرح النافورة تنطلق الليالي والسهرات الرمضانية احتفاء بالشهر الكريم. من دار الأوبرا المصرية أمل صبري، النيل. ختم لهذه الساعة تذكرة بأبرز العناوين. احنا خلصنا ده كله، اتفضل يا فندم. كده خلصناه تمام يا فندم، عدا الجزء الاسمنتي. يعني انت عملت الطريق الرئيسي لكن الخدمه. الرئيس السيسي يتفقد سير اعمال تطوير امتداد طريق القاهره السويس. اليوم قداسه البابا تودروس الثاني، بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقوسيه يتراس قداس عيد القيامة المجيد. بريطانيا تقول إن الدفاعات الأوكرانية تعوق تقدم موسكو في منطقة دونباس، وواشنطن تنظم اجتماع لحلفائها لمناقشة احتياجات كييف العسكرية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.